في خطوة ستشكل صفعة لتركيا، وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، وتضاف هذه الاتفاقية إلى اتفاقية وقعت بين اليونان وإيطاليا في يونيو الماضي بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة. تأتي هذه الاتفاقيات وسط أطماع تركية معلنة في شرق المتوسط، وبعد توقيع أنقرة اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق في ليبيا، أجمعت كل الأطراف الليبية والخارجية على عدم قانونيته. فهل تردع هذه الاتفاقيات الأطماع التركية في شرق المتوسط؟ سينضم إلينا من أثينا بعد قليل أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية في الجامعة الأمريكية كليانثث كيرياكيدس، ومعنا الآن من القاهرة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري اللواء محمود محي الدين، ومن اسطنبول معنا الكاتب والباحث السياسي طه عودي أوغلو. أهلا بكم جميعا إلى هذا الحوار. لواء محمود، وزير الخارجية المصري يؤكد أن هذا الاتفاق ليحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة قد تم وفقا لقانون البحار الدولي. كيف يمكن لهذه الاتفاقية أن تواجه السياسات غير المسؤولة في هذه المنطقة وخروج البعض أيضا عن أسس القانون الدولي بهدف دعم الإرهاب؟ السيد وزير الخارجية عندما أشار إلى هذه النقطة حضرتك كان يشير إلى 16 جولة من المفاوضات ما بين الجانب المصري والجانب اليوناني. فعملية دراسة ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان هي عملية مستمرة منذ عدة سنوات، تقوم كل دولة بمقتضيات القانون الدولي بدراسة المنطقة ودراسة يعني حقوقها الاقتصادية في المياه الدولية، ولم يعني نأتي على أي اعتراض من الدولة التركية ولم تعترض غير اليوم. لذلك نظرا لطول الحدود البحرية ما بين مصر واليونان، وهي حدود مباشرة متخمة للحدود البحرية كدولة جوار للدولة الليبية، فكان لزاما على الدولة المصرية أن تتوخى أعلى درجات الحذر وأن نقوم بالدراسات الكاملة حتى لا ينتقص من سيادتنا الوطنية، وحتى لا يتم الاستيلاء بأي حال من الأحوال سواء داخل اتفاقية أو خارج اتفاقية على مقدرات الأجيال القادمة. لذلك الدولة المصرية هي دولة مؤسسية تركت لكافة المؤسسات إجراء الدراسات اللازمة في هذا الشأن، ولكن نظرا إلى تطورات الأحداث الحالية ما تم اليوم هي اتفاقية تقاسم المصالح الاقتصادية أو مصالح النفوذ داخل المناطق الاقتصادية المتخمة ما بين الطرفين، لأنه لا يفصل بين اليونان ومصر أي جار آخر. لذلك تم تعيين المناطق الاقتصادية، وهذه مقدمة لاتفاقية شاملة. ما تم اليوم ليست اتفاقية شاملة، ولكن على الأقل هي تحديد للمناطق الاقتصادية للدولتان تراعي فيها كل دولة حقوق اقتصادية للدولة الأخرى. سنكون بانتظار السيد كليانثث حتى نسأله كيف ينظر أيضا الجانب اليوناني إلى أهمية هذه الاتفاقية. لكن أستاذ طه عودي أوغلو، أهلا بك معنا أيضا إلى هذا الحوار. الخارجية التركية لم تتأخر لأن تقول إن المنطقة المحددة ضمن هذا الاتفاق المصري اليوناني تقع في الجرف القاري التركي. كيف يمكن لتركيا أن تحدد ذلك وهي لم تطلع أصلا لا على هذه الاتفاقية ولا على بنودها؟ وهذا السؤال طرحته الخارجية المصرية ردا على هذا الموقف من الخارجية التركية. نعم، مساء الخير لك وضيفك الكرام والسادة المشاهدين. من دون شك كما تفضلت وذكرت يعني هذه الاتفاقية جاء الرد سريعا من قبل الخارجية التركية، وقبل قليل من قبل وزير الخارجية التركي الموجود حاليا في زيارة إلى مالطا، ووصف هذه الاتفاقية بأنها بالباطلة خاصة فيما يتعلق بموضوع الجرف القاري. لماذا كما باطلة تعلمين أنقرة قبل على حسب كما أعلنت أنقرة حسب الرؤية التركية، ولكن كما تعلمين يعني قبل أيام كان هناك تصريحات تركية تحدثت بشكل واضح، وخاصة بعد أن هناك حصلت مناوشات في 21 من الشهر الماضي ما بين أنقرة وأثينا، ولكن هناك تصريحات قالت بأن هناك تم سحب السفن التركية والإعلان عن مباحثات تركية يونانية،
ولكن ما جاء اليوم يعني هذه الخطوة هي بالدرجة الأولى ممكن وصفها وحسب وسائل الإعلام التركية وتصريحات التركية بالموقف السياسي وليس اقتصادي، وخاصة صارت وحصلت هذه على عجالة. الهدف الأساسي هو كما ذكرت في بداية التقرير هو محاصرة تركيا. الهدف الأساسي هو ردا على الاتفاقية البحرية أو الأمنية ما بين أنقرة وحكومة السراج. هناك كما تعلمين اليونان في الفترة الأخيرة الماضية أجرت هناك مباحثات واتفاقيات في الشهر الماضي مع إيطاليا واليوم مع مصر. الهدف الأساسي ليس موضوع النفط أو الغاز، الهدف الأساسي هو التحدي أو التصدي لأنقرة وللخطوات التي لكن هل تنجح عليها هذه الاتفاقية فعلا أستاذ طه في صد المشروع التركي في مياه شرقي المتوسط؟ لماذا تقول إنها تأتي لتوقف أنقرة عن ذلك؟ يعني حاليا تحدثنا في حلقات قادمة عبر قناتكم بأن الصراع الأساسي هو ليس في ليبيا، الصراع الأساسي وهو ما نراه اليوم هو على ساحة المتوسط، وسوف يزداد شراسة خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لأن الجميع حقيقة يرى بأن هناك حقيقة شهية تفتح شهية الجميع، إن كانت أنقرة أو دول أخرى كمصر كاليونان كقبرص كإسرائيل كل لها حاليا تتسابق مع الزمن. ولكن لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك صراع أو سباق كبير من قبل اليونان، هي من جهة تحاول صد الطريق على أنقرة إن كانت في محاولتها في ليبيا أو عدم حجز مكان لها في منطقة المتوسط. ولكن إذا تحدثنا عن أن يعني مصر هل هي مستفيدة من مصر، هي تتحرك حاليا، مصر هي الدولة الكبرى في تلك المنطقة والتي تستحوذ أو هي المستفيدة الأكبر من حصة شرق المتوسط. ولكن خلال هذه الاتفاقية من وجهة نظري سوف تكون لها تداعيات بشكل كبير، خاصة إذا تحدثنا عن أن هناك مشاكل كبيرة بالنسبة لمصر في مناطق أخرى، وأقصد في موضوع سد أسيوبا أو سد النهضة. طيب لواء محمود محي الدين، هل المواجهة ستزداد شراسة كما يقول السيد طه عودي أوغلو بعد توقيع هذه الاتفاقيات في شرقي المتوسط؟ أتصور أن السياسة الخارجية التركية تحتاج إلى إعادة مراجعة لها في الإقليم، وأتصور أن البناء الاستراتيجي لهذه السياسة لابد أن يراجع أيضا من خبراء لديهم أمانة يحددون مصالح تركيا العليا الحقيقية وليست المصالح الإيديولوجية لنخبة حاكمة في هذه المرحلة من الزمن، قد تؤدي إلى تركيا إلى الانكفاء على نفسها وتجرع الهزائم في المستقبل. الضيف الكريم يتحدث عن مشاكل مصر. مصر دولة عظيمة، دولة قوية، دولة من الطرف، هي في الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط في الطرف الجنوبي، ليس لديها مشاكل مع تركيا أو غير تركيا في الإقليم. ولكن من يحاول أن يعني يجد لنفسه أقدام غير شرعية ويثبت لنفسه حقوقا غير شرعية في منطقة شرق المتوسط، هذا ما يظهر جليا في مجمل السياسات التركية، وهم يسفهون الأمر اليوم ويتحدثون عن أن هذا موقفا سياسيا. مصر لا تناكف تركيا، لأن مصر دولة عظيمة قوية قادرة وستحمي مصالحها ومقدراتها ومقدرات الأجيال القادمة بكل ما أوتيت من قوة. تركيا لا تستطيع أن تهدد أحد. الضيف الكريم ذكر عدد من الدول، ذكر إسرائيل، لم تجرؤ تركيا على الاعتراض على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص، وهذه هي كانت أول اتفاقية ترسيم حدود. تركيا لم تستطيع أن تعترض على اتفاقية ترسيم الحدود المصرية القبرصية، ولكنها سعت بصورة إيديولوجية من خلال جماعة الإخوان المسلمين عندما تمكنوا في عام أغبر من حكم مصر أن يعني يلغوا هذه الاتفاقية، ولكن تصدت لهم أجهزة الدولة المصرية والقيادة العامة للقوات المسلحة ومنعتهم من اتخاذ قرار سياسي بإلغاء الاتفاقية. واضح. لواء محمود اعذرني على المقاطعة، لكن أود أن نرحب معا جميعا بالسيد كيليانثيث كيرياكيدس أستاذ
الدراسات الأمنية والاستراتيجية في الجامعة الأمريكية اللي انضم إلينا في هذا الحوار من أثينا. سيد كليانثيث أهلا بك. بعد ترسيم حدودها مع إيطاليا في يوليو الماضي، اليونان تتجه إلى مصر توقع اليوم هذه الاتفاقية أو هذا الاتفاق لترسيم الحدود البحرية. إلى أي مدى تنسيق الجهود من خلال هذه الاتفاقيات سيضمن لليونان عدم التعدي على حقوقها البحرية في هذه المنطقة؟ شكرا جزيلا على استضافتي. قبل الإجابة عن سؤالك أريد أن أقدم تعزية الحارة لضحايا انفجار بيروت، وأنا أضم صلاتي إلى العالم برمته للشعب اللبناني. شكرا. فيما يتعلق بالاتفاق، أريد أن أشدد على أن النقطة الأساسية في هذا الاتفاق هو أنه اعتبارا من هذه اللحظة الاتفاق بين تركيا والسراج لم يعد صالحا وأصبح باطلا، لأن هناك المناطق التي يغطيها الاتفاق ولا يمكننا قبول اتفاق بين حكومة غير شرعية وتركيا، ولا نتمكن من قبول هذه الاتفاقات. من الحيوي أيضا التركيز على أن بعد مفاوضات طويلة وبعد مساومات طويلة لدولتين سياديتين لم يتم فرض هذا الاتفاق عبر دولة قوية إلى دولة تعاني من حرب أهلية. إذن الأولى الاتفاق الأول كان منصوص عليه، ولكن اليوم نعمل مع اتفاق بين دولتين سياديتين مع مساومات من الدولتين. بالإضافة إلى ذلك هناك نقطة أساسية يجب علينا الأخذ بالاعتبار، مصالح تركيا. لذلك هذا الاتفاق لم يكن نهائي مع تركيا. هناك بعض الأجزاء التي لم تناقش اليوم وتتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة التي تتعلق بثلاث جزر يونانية معروفة بجزر كاستلوني، ومن المهم جدا تسليط الضوء على هذه النقطة، لأن ذلك يعني أننا نحترم القانون الدولي وأننا نبني علاقات جيدة مع الدول المجاورة بما فيها تركيا، على الرغم من أن تركيا كانت عدائية جدا مؤخرا. لكن سيد كليانثيث، ضيفنا من أنقرة بل من اسطنبول سيد طه عودي أوغلو يقول أن الرؤية التركية تعتبر هذه الاتفاقية اللي وقعت اليوم بين مصر واليونان باطلة. هذا طبيعي، فالموقف التركي متوقع، ولكن علينا أن نفهم أن اتفاق واحد مبني على القانون الدولي، فيما أن الاتفاق التركي يتعلق فقط بالمصالح التركية. بالتالي أنا أعتقد أن اليونان أو مصر أو أي دولة أخرى في المتوسط لن تواجه أي مشكلة مناقشة هذه الاتفاقات حتى في المحاكم الدولية، لأن في حال اطلع أحد على ميثاق الأمم المتحدة التي لم توقع عليه تركيا بل وقعت عليه اليونان، سنرى أن اليونان احترمت القانون الدولي، ولكن الأمر ليس صحيح بين تركيا وحكومة السراج. بالتالي هذه هي المشكلة التي نواجهها، ولكن أشدد أن حتى اليوم هناك مشكلة، لن نتردد في مد اليد لتركيا، ولكن الاتفاق الذي وقعناه هو مبني على المبادئ وهو مبني على دول سيادية، وهذا أمر لم تفعله تركيا سابقا، وحاولت على التصرف عدائية مع اليونان ومصر خلال الأشهر الستة الماضية. سيد طه، اتفاق اليونان مع إيطاليا أغضب الجانب التركي بشكل كبير، كيف اليوم سيؤثر هذا الاتفاق بين مصر واليونان على خرائط أردوغان التنقيبية في المتوسط والتي عرضها لنا بشكل واضح؟
يعني في البداية لو تسمح لي يعني فيما يتعلق بضيوفك من القاهرة ومن اليونان، يعني حاليا هناك لا توجد فيما يتعلق بالمتوسط لا توجد هناك مشاكل ما بين تركيا ومصر، كما ذكرت لك هذا القرار أو هذه الخطوة هي خطوة من وجهة نظر الأتراك هنا هي خطوة سياسية هي لسد الطريق أمام تركيا إن كانت في ليبيا أو حتى على ساحة المتوسط. أيضا أنقرة كما ذكرت لك قبل قليل هي لن تغلق باب التفاوض مع اليونان قبل أيام، وخاصة هذه الاتفاقية هي جاءت من قبل اليونان، خاصة هناك فيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود البحرية ذكرت بأن تركيا لم توقع، والجميع يعرف لماذا لم توقع تركيا، هناك خلافات ما بين تركيا واليونان فيما يتعلق بالجزر، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع على هذه قانون البحار. فيما يتعلق بموضوع يعني ماذا سوف يحصل في المرحلة المقبلة، بتصور يعني أعتقد الأمور هي مرتبطة، يعني هناك ارتباط وثيق ما بين التطورات على الساحة الليبية، لاحظنا خلال الأيام الأخيرة الماضية حالة من الهدوء النسبي على الساحة الليبية فيما يتعلق بالتطورات السياسية، ولكن اليوم لاحظنا أيضا هناك تطورات فيما يتعلق بساحة المتوسط، وهي كما ذكرت لك في بداية حديثي هي المشكلة أو هي الأزمة الكبيرة والتي كان الجميع يعني هو يتحرك على الساحة الليبية والأعين كانت هي تراقب عن كسب ما يحدث على ساحة المتوسط. نعم. إلى حتى هذه اللحظة نعم التصريحات التركية يعني ترفض هذه الاتفاقية، ولكن ماذا سوف يحصل خلال الأيام المقبلة من دون شك، يعني لا أحد يعرف، الجميع هنا يحاول قدر الإمكان أن يحقق مكاسب على الأرض، إن كانت مصر إن كانت اليونان كما ذكرت لك التي هي تحاول، هناك لها مشاكل مع أنقرة، ولكن المشكلة ما بين أنقرة ومصر لا توجد هناك مشاكل، كنا قبل فترة نتحدث بأن هناك حالة من التفاهمات أو نوع من لا أقول تفاهمات أن الخلافات ما بين أنقرة ومصر هي خلافات هي بدأت منذ عام 2013 يعني, طيب. يعني سطها سبع فقط سنوات من الآن فقط حتى أوضح نقطة أشرت إليها، هل توافق أن الضغوطات السياسية اليوم لتحصل عليها تركيا من خلال هذه الاتفاقيات الأخيرة التي وقعت هي التي تنعكس على أرض الميدان وبالتالي تتوقف تركيا عن دخولها إلى أماكن كانت قد أصرت على دخولها في ليبيا؟ يعني فيما يتعلق بالوضع الليبي يعني أردت أن أفصل الموضوع هناك، نعم هناك أنا فقط لتوضيح نقطة أشرت إليها إلى أن هذا الموضوع يقابل الجمود في الميدان. صحيح نعم، ولكن الموضوع الليبي والساحة الليبية هناك دول إقليمية تدخل على الخط، وأقصد هنا روسيا. خلاص ما بدك تجاوبني على سؤالي سطاها، يعني أنا كنت كل ما أود أن أعرفه أنه الجمود في الميدان هل هو نتيجة الضغوط اللي يعني تمارس على تركيا خارجيا سياسيا؟ لا توجد ضغوط على أنقرة، يعني أنقرة هي حاليا بانتظار المباحثات مع الروس، وهناك يعني خلال الأيام المقبلة مباحثات تركية روسية فيما يتعلق بموضوع سيرت والجفرة، ذكرت لك هناك هدوء نسبي، اليوم وزير خارجية التركي قام بالزيارة إلى طرابلس، ولكن يعني التركيز حاليا لاحظنا أن التركيز في خلال الأيام الأخيرة الماضية هو تم بشكل كبير في ساحة المتوسط، طيب. يعني الجميع يعني العيون هي على ليبيا أو على الساحة الليبية، ولكن طيب عظيم. أصبحت هنا فيما يتعلق بمحاصرة الموقف التركي حتى لا نذهب بعيدا عن موضوعنا أستاذ طه. لواء محمود محي الدين، السيد طه يعتبر أن هذه الاتفاقية خطوة سياسية لصد الطريق أمام الأطماع التركية في المتوسط، وبالتالي نتساءل هنا هل تقضي بالفعل أيضا هذه الاتفاقية القانونية اليوم على شرعية مذكرة التفاهم الموقعة منذ عدة أشهر بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية؟ بكل تأكيد الاتفاقية اليوم هي اتفاقية قانونية وهي مقدمة لاتفاق ترسيم شامل ما بين الدولة المصرية والدولة اليونانية. أنا أسمن كلام ضيفك من اليونان لأن هناك دولتان كبيرتان مستقرتان أنشأ اتفاقية بناء على محادثات ماراثونية عديد السنوات لمدة 14 أو 16 جولة تفاوض ما بين مصر واليونان. الجانب التركي يستخدم الورقة الليبية ويستخدم الاتفاقية كورقة سياسية للتفاوض
فيما يتعلق بمكنونات الغاز واحتياطيات الغاز العظيمة في منطقة شرق المتوسط. لذلك الاتفاقية ما بين تركيا وما بين السراج لا تستند لأسس القانون الدولي، دولة في حالة حرب غير مستقرة. تحاول تركيا بصورة براجماتية استخدام هذه الورقة للنقطة الأساسية التي بنت عليها صراعها الإقليمي، وهو الصراع على الغاز في شرق المتوسط. هذا يؤكد أن الأطماع التركية في ليبيا هي أطماع تتعلق بمحور سياسي تديره تركيا في سياستها الخارجية والأمنية بغرض الإلمام بعدد من الورقات للضغط على دولة مصر أو اليونان أو دولة قبرص على وجه التحديد. أتصور أن الاتفاقية اليوم ألغت الاتفاق الورقي الغير قابل للتطبيق ما بين تركيا وما بين فايز السراج. أتصور أن على الجانب التركي أولا أن يسعى لترسيم حدود البحرية مع اليونان إذا أراد ذلك، وأتصور أيضا أن تركيا هي من لديها المشكلة في إقليمها الجغرافي وفي نطاقها نطاق الأمن القومي الإقليمي بالنسبة لتركيا فيما يتعلق بالأزمة في قبرص. لو حلت تركيا الأزمة القبرصية لاستطاعت أن تجني مكاسب من خلال الدولة القبرصية ومن خلال حصة الأتراك القبارصة في الدولة القبرصية. أما فيما يتعلق بوجود جوار ما بين مصر وتركيا، لا يوجد جوار ما بين مصر وتركيا لكي تتحدث تركيا عن مصر إلا إذا ابتلعت تركيا قبرص وحلت مكانها. واضح. وهذا لن يحدث، والتهديد الأوروبي لتركيا كان واضحا على لسان المستشارة الألمانية ميركل، وهذا ما دفع تركيا بعد دخول الأسطول السادس إلى منطقة الحدود البحرية اليونانية إلى لجم تركيا والبحث عن تحرشات داخل البحر المتوسط. طيب. بدفع بعض السفن الجوفاء التي لا تمثل شيء ولم تمثل شيء ولم تستطيع الانتقاص من أي حقوق تاريخية للدولة المصرية. عظيم. قبل ما أختم مع السيد كليانثف سريعا أستاذ طه، فقط لي حتى أحصل على هذا الرد، كيف سيكون باعتقادك تعامل أنقرة وردها على هذه الاتفاقية؟ يعني الرد قبل قليل كان من الخارجية التركية، من وزير الخارجية التركي على هذه الاتفاقية. هل سيقتصر على تصريح دبلوماسي؟ لا أعتقد سوف يقتصر، سوف تكون هناك خطوات. الخطوات كما ذكرت لك بأنها تم إرسال سفينة وتم إيقاف هذه السفينة قبل أيام. يعني ممكن أن نلاحظ أن أنقرة سوف تتحرك من جديد من أجل التنقيب عن النفط، وهذا كما ذكرت لك سوف يدفع إلى تصعيد وتوتر على ساحة المتوسط من جديد. سيد كليانثف، لطالما حذرت اليونان من خطورة تنقيب تركيا للغاز في المتوسط، وقد طالب مرارا أيضا الاتحاد الأوروبي للتدخل حتى لا يحصل أي تصعيد يشعل المنطقة. اليوم بهذه الاتفاقية بهذا التوقيت مع مصر، هل يشكل أو تشكل باعتقادكم صفعة لتركيا ولأطماعها في المتوسط؟ نعم، أعتقد أن هناك صفعة لتركيا، ويؤسفني أن أرى أن أنقرة لا تفهم الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي بسبب مراسدة غير القانونية وغير المشروعة. ولكن يجب أن أشدد أن المجتمع الدولي ولا سيما الدول المتوسطية مثل اليونان ومصر قررت ألا تبقى على حياد، ولأول مرة لن تنتظر المبادرات التركية، بل هي ستتخذ الخطوات المناسبة والإيجابية لإحداث التخيير. عددا ننتظر تركيا لتقوم بخطوة غير قانونية ونحاول الرد بطريقة قانونية، ولكن اليوم نشهد أن دول مثل إيطاليا ومصر وطبعا مثل اليونان لن تتحمل بعد الآن السلوك التركي، وإنها تبدأ الآن بالعمل على أجندات خاصة
الحراسة بها عبر احترام القانون الدولي، وتعمل على خطا من ختال حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية. والآن يفهم الجميع الفرق بين الدول وتركيا. تركيا هي دولة تسعى إلى عدم احترام القانون الدولي، وهذا أمر مؤسف. لا نريد ذلك من تركيا، نحن نريد تركيا تتعاون معنا، نريد حصول على منطقة متوسطية سلمية، ولكن لن نتقبل سلوك أردوغان. شكرا جزيلا لأستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية في الجامعة الأمريكية كيليانثيث كيرياكيدس، حدثنا من أثينا. الشكر موصول لضيفنا من القاهرة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري اللواء محمود محي الدين، ومن اسطنبول شكرا للكاتب والبحث السياسي طه عودي أوغلو على المشاركة معنا الليلة.